Afras, ready to start. Let's have the first mirror in. First to go, first mirror. الفرس التالية next. Next mirror please, الفرس اللي بعدها. Next mirror please. الفرس اللي بعدها next. Thank you.
Next please, next. فرس اللي بعدها. Next please, next mayor. مجموعة الأفراس أعزائي وإناث الخيل وسعودية الأصل والمنشأ، نبارك لملاك المملكة العربية السعودية والمربين لهذا الإنتاج والاهتمام بالخيل العربي. مع الفرس نقول شفت لي خيل تصافح خد خيل، ما حلا يدها على خد الفرس الأصيل اللي تسلم على أصيل مهرة جامح ولا معها حرس. تختلف من الخيل بالخشم السليل والعيون اللي بها خجل ونعس، واعتدال العود والخصر النحيل والنحر بدر تجلى من غلس. من عتيم الليل يكسيها شليل، طاح منشوله وهده وانتكس. ليتني خيالها ولا خليل، التقط عسرجها طاقت نفس. من نظرت عيونها ضاع الدليل، لا بقى عندي دليل ولا ونس. جودها جودها لي مثل ما جود البخيل، وانا حظي ما تعود على الفلس. وهي من اهل الكرامة والجميل والحياة عيون واكثرها عسس. خايفة من قول نقال وقيل، واشي ويلحق السمعة دنس. من هواها من هواها لاني بحي ولا قتيل، تورث شوقي بصدري وانحبس. شفت لي خيل تصافح خد خيل، ما حلا يدها على خد الفرس، ما حلا يدنا على خد فرس من هذه الأفراس، الأفراس السعودية. تقف أمامكم أعزائي ليقوم الحكام باختيار
البطلات من بين الأفراس. كل التوفيق للأفراس وللملاك إن شاء الله.
This program is offered by This program is offered by This program is offered by Amen.
بسم الله أعزائي حسمت النتيجة وأنا سعيد للإعلان ونبدأ بإعلان الفرس التي حصلت على البرونز ونقول مبروك للفرس رقم 258 258 The Bronze Champion ذبلة الجنادرية Our Bronze Champion Number 258 ذبلة الجنادرية نستقبلها في الميدان المبروك لمربط العارض البرونز ومن البرونز ننتقل إلى الفضة الفرس الفضية Silver Champion Ladies and Gentlemen goes to Mare number 255 شريعة مبروك لمربط المسن 255 فضة أما الذهب أعزائي فيذهب للفرس رقم 250 منارة عذبة 250 منارة عذبة The Gold Champion أعزائي البطلات موجودة في الميدان وندعو مشكورا صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي تفضل معنا مع جزيل الشكر إلى الميدان إذن أعزائي بكل ترحيب نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام لهذا المهرجان الرائع ليتوج مع الفرس رقم 250 منارة عذبة ونبارك ألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود منارة عذبة is our gold champion by خريسان عذبة out of مناير Owned by His Royal Highness Prince Ahmed bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Congratulations. ننتقل معنا إلى الفضة ونبارك للفرس رقم 255 شريعة. مبروك لمربط المسن المالك الأستاذ ركان عبد الله برجس القحطاني. Silver Champion number 255 شريعة by شملان out of شريفة الثالثة owned by المسن stud وإلى البرونز نهنئ الفرس رقم 258 وهي ذبلة الجنادرية مبروك لمربط العارض المالك أستاذ ماجد بن حسب بن ناصر الغشيان 258 ذبلة الجنادرية on Dubai العارض is the bronze champion مبروك لكم جميعا ونشكر تواجد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان
المشرف العام لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز عالمي الجواد العربي. شكرا للتتويج. Congratulations to all those champions and the owners, and our sincere thanks for His Royal Highness Prince Fahd bin Sultan bin Abdulaziz, the organizer of this festival. إذن أعزائي استمتعنا معكم ببطولة المهرات والأمهار والأفراس، وننتقل إلى آخر بطولات الخيل السعودية وهي بطولة الفحول السعودية عمر 4 سنوات وأكبر. So ladies and gentlemen, we had 3 championships for the Saudi bred. The first one was for fillies, colts and then mares. We are left with the last championship stallions. So judges, can I call you please for this championship? Judge B, Arena Stigler. Judge D, Mr. Nashad Hijazi. Judge F, Mr. Christina Valle France. Judge H, Ms. Caveropeno. Judge J, Mr. Kammer. It's the Stallions Championship, Saudi Stallions. رحب بكم أعزائي ومع مسؤول الساحة من المملكة العربية السعودية الأستاذ وليد عبد الهادي الحدادي. نستقبل الحكام ونستعد لاستقبال الفحول. Okay, ready now to start. Send in the first stallion. أول الفحول. First to go.